حابب اتفرج. وبمناسبه القهوه الساده انا ما شربتكوش حاجه، انتوا جايين لي في القهوه لغايه دلوقتي ما شربتوش. لا واحنا شريبه يعني احنا غاويين قهوه طول الوقت. انت مش شربي قهوه؟ طول انا عايش عشان ولا تتغدى ولا ايه؟ لا في انت مش رجيم وجيم وبتاع؟ لا انا الرجيم بتاعي مختلف يعني انا عندي في مبدئي ان الشوكولاته ما تتعارضش مش بتعرض مع الرجيم ابدا. لا والله ابدا. ده في دكتور قال لك ولا حد كده؟ حد هبد وقال لك ضريب الشوكولاته يا ضريب الشوكولاته؟ لا والله. وقهوه وحاجات من دي. لا يبقى احنا لازم نشرب حاجه. ارجوك تشرب قهوه قهوه وانت قهوه برضه الاثنين قهوه.